فاطمة من القنيطرة. أهلا وسهلا لالا فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. الله يبارك فيك لالا أختك. لا تختي الوصفة اللي كنت باغا نعطيو ولا نعطي الدجاج اللي سمعت السيدة بغا الدجاج العرس؟ نعطيو الدجاج العرس لأن السيدة طلبتنا عليه. أنا من ضمن النصائح اللي كنبغي نعطي مع هكذا الوصفة كنكونوا مزروبين ديما الماء البصلة اللي عندها لاباري اللي كتخرج الماء البصلة ديرو. اللي ما عندهاش تحك البصلة وتسقطرها بواحد الصفا يكون رقيق وتاخد الماء هذاك الماء دهن به الدجاجة من تغسلها وتسقطرها تنصبها دهنها كلها من الداخل من تحت جلدها ومنها وتخليها على الأقل واحد ساعة في ذاك الماء البصلة ما تغسلوش. دهنوا الدجاجة بالماء البصلة؟ إيه. من أختي كدهنها كتقبط واحد الخلاط مثلا حنا نديرو بعد الدجاجات حنا دهناهم وحطيناهم أربع دجاجات مدهونين إيه ولكن كل غسيل مزيان. انا ما تغسل الدجاج مزيان ما كاينش زوين. اها نعم. اي حتى واحد ما كيبغي ياكل دجاج مزفر كيولي ريحه. حنا نغسلو الدجاجه مزيانه والدجاجه ما نغسلوهاش نفوروها بلا حتى شي حاجه بلا حتى عطريه ولا حتى نضرب ملح والكمون غندوقو الدجاجه اللي تغسلات مزيان غنلقاو بنينه والدجاجه اللي الاخرى غنلقاوها صفر. نعم اكيد. يعني كنركز على الغسيل. اها نغسلو الدجاج مزيان قلنا ندهنوه بالماء البصله وقلنا اربع دجاجات هادو اللي غادي نديرو دابا. نعم كنقبطو اختي نقبطو مثلا ربع دجاجات كناخدو جوج معلقة الربع ماشي ربع بزاف كناخدو زعفران حر ربع مخلط ربع قزبر ومعدنوس كناخدو شوية زعفران حر كنسخنوه وكنطحنوه كنديرو الطعمة اللي كيبغيها الزعفران مليحة واحد كمية الكنجبير تقريبا واحد المعلقة صغيرة معلقة صغيرة بلاتي لالا مليكة باش نقدرو ندونو الوصفة لالا فاطمة عفوا معلقة صغيرة سكنجبير اها اربع معلقة البزار اربع معلقة بزار واحد معلقة السمن معلقة السمن اختي اللب ديال الحامضة كنحيدو ليه العظم وكنطحنو تقريبا تل جوج حامضات اللب ديال الحامضة نطحنوهم لا حنا غنجمعو المقادير عاد نقول لكم باش غنديرو اليوم كنعصرو واحد الحامضة خضراء نعصرو حامضة خضراء كناخدو واحد قشيرة الحامض واحد غير واحد ربع معلقة ربع معلقة شراد الحامض وكنطحنوا هادشي كله في الخلاط يعني واللي بحال غندورو الحريره ما بقى لا ربع لا والو باش ما يجيكش الدجاج مرول ولا المرقه مسخله وكنعمروا على الدجاج مزيان ونرقدوه يعني وهذا هادشي اللي طحنا نعاوتاني نعمروا الدجاج مزيان في الجناب ويدهنوها نعم ونكتفوها راه خرجوا هذوك السيكات ديال الدجاج اللي كيطيبوا اييه ما عندهاش دير ميكا وما عندها رخصه تكتف مزيان وكنحطوا جانبا ترقد وكنصلدو مثلا فهاد ربع ديال الدجاجات اللي كتبغي الدغميره تقريبا شي جوج كيلو ديال البصله ماشي الحمراء ديما كنهضر على النحاسيه هي اللي كتجي في الطيب زوينه كيلو البصله اكثر ديال الناس كيبغيو الدغميره العرس كيبغي الدغميره يعني هي الا بغاتو العرس غادي يبغيو الدغميره صافي وكنصلدو كنحطو الدجاج كنديرو شويه العطريه نفس العطريه وكنربطو الربع ما كنقطعوش نحطو الدجاج في الطاوه ديالنا ونديرو نفس العطيه هي والمرقوم من المرقوم جات الماء بحال كنسمعوا شي زعمو حتى الفوق حتى لتحت يعني غير حدا الفخاط وصافي نحبسو كنديرو على الدار واحد ربع ساعه اها وقلنا نصبر المعدنوس غير مربط هي وكنقلبوا على سدو عاوتاني نخلي واحد ثلث ساعه يعني ما كيطلبش مثلا بزاف وكنخليوه يطيب مزيان وكنهزوه وكنديروه في الطاوه السيده اللي كتقليه راه غتقليه ديما العافيه مهيله ماشي دير تشوط ليه جلده ومن الداخل يبقى خضر اييه هي كتقري هي كتثقبو هو كيطيب في الطنجره وهي كتثقبو حتى ما يبقاش يخرج الماء من تهزو من الطنجره ما فيش الماء في الفخاد ولا حتى تحت البيطان ولا هذا ما يخرجش الماء نهائيا انت كطيب وكتثقبي منه هو كيشرب بهذيك لاصوص منها هي كت صافي كنبقاو هذيك البصله نخليوها حتى جوج سوايع العافيه مهيله ملي كنقربو الطيب كندوقو على الملحه تكون ناقصه ملي كتقرب الطيب كنعصرو فيها الحامض خضر كمية الحامض هذاك الحامض شنو كيزيد يعلقها وكيزيد يعطيها اللون وكيزيد يعطيها اللذة اييه صافي حنا الدجاج ديالنا ندهنوه مثلا بزبيدة بشوية زعفران يعني السيدة باش ما بغات هي وبغات تقليه يعني دير لي السيدة اللي بغات اييه صافي ملي الكريسات والكبيرات كتسلقو ورقة سيدنا موسى ومليحة ومن بعد كتصفاو وكيديرو في هذيك الطنجرة كيبقاو تقلاو تا كتشوفو كيفاش كيجيو حمرين وزوينين السيدة ما تحيدش يديها من الطنجرة حتى من تقسم الطنجرة بالمغرفة الخشب يكون الخط والخط ما تزدش لك البصلة كيتزدا لك الزيت
بالقدام وعرفت نضرب هاد الدجاج شحال ندير فيهم ندير فيهم ما غير ربع كاس الزيت. انا ورا ماشي الناس كيقووا الزيت يعني ولا كيحمروا لا لا غير بيع انا غيطيبهم وغيشوا زوينين صافي. كتحط هذيك الدغيمه من الفوق كدير الزويتنات وهي عندها اختي وهي عندها طبق زوين ديال العرس السيدة ديما الما تبصل انا كنأكد وتزيد الما تبصل في النصيب ومثلا اللحم ديال العرسات ما بقيناش كنديرو فيه بصله مشلده ولا ديك كنديرو الما تبصل مثلا كنديرو اللحم في الطنجره كنديرو الما تبصل كميه كبيره مثلا نديرو حنا 4 كيلو اللحم نديرو فيها حتى جوج كيسان الما تبصل حتى في الدجاج والسيدة اللي كيصطو الدجاج للفران يعصو الما تبصل وديرو المطار وديرو الاعشاب وديك داكشي اللي باغيين يدهنو به يخلطو مع الما تبصل تكون جاري وعصر الحامض مثلا 20 دجاجه اذا غسل يطرد الحامض معصر يديروا فيها جوج كيسان ثلاثه الماء البصله وعاد يديروا داك الشيء اللي باغيين يديروهما يا موطار ديال كيتشوب يعني السيده شنو بغات هاد الماء البصله والحامض هو الاساس ديال الدجاج ديال الفران. نعم حيت كنسمع السيده كتحق دهنو بالزبده ولا بهذا وكتصيفطو لا انا كنأكد الماء البصله ونجربو في وحده الماء البصله وعصر الحامض ضروري هو اساس الدجاج عاد داك الشيء اللي باغيين يديروا عاد الحشوه اللي باغيين هما. نعم وانشكرك على الوصفه كثير لاله فاطمه ان شاء الله نتمنى السيده اللي طلبت منها الوصفه تجربها. وبالنسبه للحم يديروا غير ما تلبسوا مثلا حنا خدنا 4 كيلو اللحم نديروا طبق كبير وكنديروا فيه حتى جوج كيسان ما تلبسلا والجويده ديال القرفه هادشي اللي كنا غادي نخضروا حلو كنا غادي نديروا مالح القرفه ما تمشيش فيه كنا غنديروا الزيتون الحامض في اللحم كنديروا عويده القرفه كنديروا شويه البزار شويه السكنجبير عطريه مليحه الزعفران الحار كنمرقوه مره وحده ما كنديرو لا ربع لا والو الحاجه اللي فيها القرفه فيها السكر ما كيمشيش فيها الربع ما كيمشيش فيها الحامض يعني ما كيمشيش فيها الزيتون ومي كنمرقوه القياس على حسب اللحم واش كيطيب دغيا ونخليو العافيه مهيله ما نقلبوه ما نقيسو غير نحركوه هكا الطنجره الضو ونمرقو ونغطيو وخا يبقى فيه الماء ما عندك غلط فيه مي كيطيب اللحم كنقيسوه كنستفو فواحد الطاوله كندهنوها بشويه البلول من هذاك الماء حيت هذاك الماء راه نقي ما فيه لا روينه لا والو ونزيدو نصفيو ونخليو هو يتشحر ونهزو داك الدم كله اللي في الطنجرة وكنديرو فواحد الكاسرونة وكنديرو فيه الضامات ديال الزعفران ولا الزعفران الحر وكنديرو فيه زبيدة كنشدو المغرفة اللي كنسقيو بها الكسكسو وحنا اللحم في الفران ماشي يتحمر يعود غير ياخد اللون كنبقاو نسقيو نفس الوقت راه كيطيب باش ميتفتش لك في الطنجرة حيت السيدة اللي كطيب 100 كيلو 200 كيلو باش ميبقاش في الطنجرة اللحم يتسقى في الطاوة حتى 20 طاوة هادي اللي كطيب للعرس وتبقى تسقي اختي بالمغرفه هو كياخذ اللون تيولي اللون كرونه وهذيك المرقه اللي صفينا كتبقى تحسل تحسل كتولي عرفتي بحال واحد الكريم زوينه ديك المرقه ولونها كرونه وخاتره وبنينه. نعم مي كنحطوا اللحم ديالنا كنشدوا هذيك المرقه اللي حسنا كنسقيو من الفوق ومثلا الخضره السيدات بقاو شدوا مثلا السير والماء والسكر يطيبوه يديروا التفاح دوائر يخشوا في هذاك السير ويصفيوه ويحطوه فوق فوق هذاك اللحم من بعد يديروا مثلا اللوز والزبيب طايبين في ديك المرقه يديروا مثلا برقوق ولا مشمش طايبين في المرقه ما يديروش هذاك الشيء مع السد باش ما يخرجش ما تبعديش من النكهه ديال مع الفوق باش تقاربي من تاكل يكون داك الشيء قريب ليك في نفس المذاق وكتقدمي طبسي بلاش ديك البسطي يبقى لك الطبق مرون ومني كتحطي يدك وحق الله العظيم كيجي معسل كيبقى تلصقوا لك صباعك. نعم ان شاء الله نجربوا تبارك الله عليك. ما عندي ما نسالك لاله فاطمه وسيده غادي تكون دابا مسروره قدمنا لها يعني الدجاج واللحم ديال الاعراس كيمكن لها تصوبها.